هانتوما فكروا معايا هي بالعقل. لحقاش انا دورتها وعاودت دورتها ما عرفتش شنو ندير. هي كانت هذيك المراه اللي جات عندنا اليوم للدار، هذيك هي خالتنا ديال بصح. المراه اللي عايشه معنا في هاد الدار شكون؟ ها البنات، انا جاني بابا تزوج ودير علينا هاد الفيلم الهندي. لا ولكن بابا ما يديرهاش. ما يقدرش يديرها بيان سور. واش بابا غينسى ماما دغيا دغيا؟ دابا غير اختي امينه شرحي لي شكون هاد السيده اللي معانا وشكون هاد السيده اللي جات اليوم. انا راه غنتسطي، لا ماشي مرتو. شكون؟ سو كيوت. حتى الا تزوج من حقه. شكون هذا اللي حقه يتزوج؟ بابا الا تزوج من حقه. باغا تحمقيني علينا؟ كيفاش يتزوج من حقه؟ راه امك يلاه ماتت. لينا حبيبتي اسمعي لي، المشكله ماشي انه تزوج، المشكله انه عايشين معنا في دار وحده وما قال لنا والو. واش رضيك هاد الشيء؟ راه كتاكل معنا في نص الطبله وكتبكي معنا على امنا وكتواسينا وتكون مرتبانه وتبغى تحمقيني. وصافي دابا حاولوا تهدنوا، حتى الا تزوج راه ما تعيب. شكون هو انت اللي باغي يتزوج؟ تيتوس شي دار المهدي عندهم واحد الكلبه وما كرهوش يزوجوها، سميتها روزا عرفتيها، بغاو يجوجوها بتيتوس. لا ما عرفتيهاش. ويلا لا لا ما عرفتيهاش. اش دخلك في هادشي كامل؟ سير ضربي تشفيفه بداك الكلوار وبارك عليك من البهلان. ولا عرفتي اش غديري ملي غيتزوجي تيتوس؟ غادي يعرضوا عليك ويجيبوا لهم كادو. صافي ياك سري سري اللي باغا نشوفها مالكم مع الصبات ولينا في الكلاب. حاشاك اش يخلو لنا، حاشاك بقيتش غنرجع لكاع. انا دراتني حاجه وحده البنات، عطيناها الشومبر ديال ماما. انا راه بصح ولفتها بحال خالتي، علاش تصدمنا بحال هكا؟ شنو درنا ليها؟ وصافي دابا راه هي كتعقدوا في الامور، غادي نستناوها حتى تجي وديك الساعه نفهموا شنو كاين. لا انا ما بغيتهاش تجي، ما بغيتش نشوفها. انت عارفه اني من اختي ملي كنتعصب راه لا اله الا الله محمد رسول الله. صافي علاش تبكي دابا؟ شكون هي اللي ملي كتشوفها كتبكي وتعصب؟ روزا وحده جالسه معنا في الدار وما عرفتش اش كتدخل معنا في الشبوك، ما عرفتش علاش. سيري كوزينتك سيري. صافي ميمه لما قولوا لي شكون غيتزوج راه سير ضربني بالسلامه معاك شكون خالد.